بكم في فيديو جديد من سلسلة احترف برنامج وورد. في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية إضافة الترقيم التلقائي للجداول. طبعا الترقيم التلقائي للجداول فيه الكثير من المزايا، راح نتعرف عليها لاحقا. حتى نضيف ترقيم تلقائي للجدول نحدد الخلايا اللي نريد نضيف لها ترقيم تلقائي، وطبعا من الصفحة الرئيسية نذهب إلى الترقيم ونختار أي نوع من أنواع الترقيم، مثلا هذا الترقيم اللي هو 1 2 3. ممكن نلاحظ أنه الأرقام راح تكون إلى اليسار أو ممكن تكون إلى اليمين حسب اللغة. حتى نتخلص من الفراغ نذهب إلى إزالة بهذا الشكل اللي هو إنقاص المسافة البادئة. نذهب إلى إنقاص المسافة البادئة، نلاحظ أنه الأرقام راح تكون بشكل مباشر باليمين، وطبعا راح تكون بشكل طبيعي وجيد وبشكل دايناميك. يعني لو فرضا لو حذفنا حقل، مثلا حذفنا الحقل رقم 6 من خلال باك سبيس ومن ثم موافق، نلاحظ انه الترقيم راح يكون دايناميك وراح يحافظ على التسلسل. ايضا لو ضفنا حقل جديد، نلاحظ انه راح يتم اضافة الترقيم بالحقل الجديد، وبالتالي راح نضمن التسلسل راح يكون بشكل مضبوط.